أن هذه الثقافة التي حددت هوية ووجود الكيان المحتل الصهيوني وأيضا زعزعت مكانته في العالم كافة في عند أصدقاء وداعمي فلسطين وأيضا عند الذين يدعمون الكيان نفسه يرون أن هذا الكيان إلى الزوال سائر نحو الزوال وهذا الحدث الأليم الذي نحن نشعر بألم كبير منه لكن اعلموا أن كل هذا القصف الذي يتم ضد الفلسطينيين في غزة وكل الاغتيالات والاستهدافات التي يقوم بها الاحتلال كل الاغتيالات كلها ناتجة عن العجز والضعف و رد فعل على إنجازات المقاومة والمجاهدين في الساحات لأنهم لا يستطيعون مواجهة المقاومة في الميادين تكون ردة فعلهم على هذا الشكل في 75 عام الماضية هذا الكيان المجرم والقاتل للأجيال والقاتل للأطفال والذي هو مدعوم بشكل تام من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا في 75 سنة الماضية في كل الأحداث التي حصلت قبل طوفان الأقصى جيوش الدول العربية في الفترة في السبعينات لم يستطيعوا مواجهة هذا الكيان الصهيوني ولم يكونوا قادرين على مواجهته كان يضع أسسا لبقائه واستمراره وكان يخلق البيئة والأجواء المناسبة لبقائه عندما كان يتحدث عن القبة الحديدية لا أحد يستطيع التصور أن أحد يستطيع مهاجمة هذا الدرع الذي كان يصوره هو الكيان الصهيوني للعالم أنه كان يصور للعالم أنه في عدة أيام وفي بعض أيام قليلة يستطيع السيطرة على المنطقة بشكل كامل في صحراء سيناء واجه الجيوش العربية في تلك الفترة ما أدى إلى أن الجميع صدق أن أي حراك أو أي نشاط يبوء بالفشل لأن الكيان الصهيوني لديه قدرة وسلطة استخباراتية وعسكرية لا يستطيعون مجابهتها ودعم الغرب له كان يحافظ ويعزز وجوده لكن ما حصل أن طوفان الأقصى كل هذه الفلسفة الوجودية والأسس والبيئة التي خلقها هذا الكيان المجرم انهارت في يوم وضحى وصل الأمر إلى درجة أن طائرات F-16 نقلها بالشاحنات من المقرات العسكرية وهربها من المقاومين والمجاهدين شهدتم ذلك في الإعلام عدد قليل من المجاهدين قاموا بهذه العملية العظيمة وكسروا شوكة الاحتلال بشكل كبير في عملية الوعد الصادق كل
القنوات التلفزيونية بثت كيف أن صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبرت من فوق قبة مسجد الأقصى ونزلت على أهم قراتهم والتي تم إنشائها في الفترات الأخيرة، وكانوا يستخدمونها للقصف الجوي. هنا زوال الكيان يتم توضيعه و كانوا يدافعون عن في غزة وفي الجنوب في الأراضي المحتلة في الجولان المحتل في كل الجبهات. اليوم هو يواجه المقاومة والمجاهدين، واليوم نرى أن المقاومة والمقاومين التي هي من الشعب ومن قلب الشعب ليسوا جيش وعساكر حكوميين، بل إنهم قوى شعبية تقف وتقاوم الكيان الصهيوني ويقومون بواجبهم الإنساني والديني، وهم من يقررون مصيرهم وحسب التعاليم الربانية يسيرون ويؤمنون ويعتقدون أن الله سينصرهم. وبهذه العقيدة اليوم هم حاضرين في ميادين القتال. إذا حصل هذا الحدث والأحداث الأخيرة في بيروت نرى كيف أن القادة الشجعان يتم استهدافهم بشكل إجرامي وإرهابي، والحدث المرير الذي حصل في طهران اعلموا أن هذه ردود أفعال نابعة ونشئ عن العجز في الميادين والفشل في الميادين وليس إمكانيات وقدرته العسكرية. الخطأ الاستراتيجي الذي يرتكبه هذا الكيان المحتل أنه يعتقد باستهداف واستشهاد القادة والمجاهدين يستطيع أن يؤثر في سير الأمور. أيها الأحبة، أيها الشعب، أنتم شهدتم كيف أن في يوم استشهاد الشهيد قاسم سليماني في هذا المكان الذي تقام فيه صلاة الجمعة في طهران كان الشهيد هنية واقف هنا على هذه المنصة وتحدث عن الشهيد قاسم سليماني. هذه كانت أول مرة يقف فيها في هذه المنصة ويلقي كلمة، وأتذكر أنه في ذلك اليوم قال هذه الاستهدافات والاغتيالات تضيف إلى قدرتنا واستطاعتنا واستقامتنا ومقاومتنا واستمراريتنا، ونحن سائرون في هذا الدرب حتى تحرير القدس. هذه عبارات قالها الشهيد هنية في هذا المكان في يوم تشييع الشهيد حاج قاسم سليماني، وعرف الشهيد سليماني بعنوان شهيد القدس. هذه عقيدة وإيمان قادة المقاومة، وهذا الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الاحتلال ظنا منه أن هذه الاغتيالات تؤثر على مسيرتنا وعقيدتنا. بل أحياء عند ربهم يرزقون
أرواح الشهداء نؤمن بأنها حاضرة وحية وتؤثر في علمنا وقدرتنا وسلطتنا. هم أحياء، وهذه الفرص تساعدنا على أن نسير في الطريق الذي نحن سائرون فيه، وليس لدينا أي ترديد وشك في هذا الطريق، ولن يؤثروا في مسيرتنا وطريق سيرنا. طبعا نحن نحزن والأمر مؤلم لنا، لكن الخطأ الثاني الذي ارتكبه الاحتلال أنه لم يركز على ما تفضل به قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي، حيث قال سماحته أن زمن أن يضرب الاحتلال ولا لا يرد عليه انتهى وولى. نحن نعلم أن كل هذه الأحداث مسؤوليتها تقع على أمريكا المجرمة. لا تحدث أي جريمة أو أي حدث دون التنسيق مع أمريكا المجرمة. نحن نعرف جيدا، ويجب أن نعلم أن رغم أن الولايات المتحدة في الإعلام وفي الخطابات تعلن أنها لا تعلم وليس منسق معها، لكننا نعلم ومتأكدون أن كل هذه الأحداث هي الأحداث التي تحصل كلها بشكل مباشر أو غير مباشر، يتم التنسيق مع أمريكا. واليوم لدينا هذه الفرصة أن نقوم بما تفضل به قائد الثورة الإسلامية. واجبنا أن في الوقت المناسب والمكان المناسب يكون لدينا رد فعل مناسب، وهذا صعب ومرير علينا أن ضيفنا في بيتنا يتم استهدافه ويستشهد، وأن يثكلوننا في ضيفنا بضيفنا. يجب أن نقول أين هم مدعين حقوق الإنسان ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية ليحصل هكذا عمل إجرامي. اليوم نعلن ونقول للاحتلال، وكما أمرنا قائدنا، نحن نثأر لدم الشهيد هنية. واليوم نعلم أن لدينا الحق كله يقف في مواجهة الباطل، واليوم نعلم أن الشهيد هنية كان صوت الشعب الفلسطيني المظلوم في العالم، وسيبقى كذا دائما، وباستشهاده رسخ هذه الغاية. الشهيد هنية لم يكن قائد فقط، بل كان مدرب وحكيم ومدبر في المحور، واليوم نشهد مواجهة الشر الصهيوني مع الخير والشرف الفلسطيني. اليوم في غزة وفلسطين الإنسانية تحارب الرذيلة، وأيضا الشرف يواجه الشر. الكيان الغاصب الصهيوني يجب أن يعلم أنه سيدفع ثمن غالي للتعدي على الحدود الآمنة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الثمن الذي لا يخطر لهم على بال ولا يستطيعون تصوره.